قام العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بجولة في أجنحة المعرض. يرافق سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. تفقد سمو خلال الجولة مختلف أجنحة الدول والشركات المصنعة للأسلحة والمنظومات الدفاعية والمعدات العسكرية، وشاهد المعدات القتالية والأسلحة العسكرية والأنظمة الجديدة المتطورة في عالم صناعة الأسلحة الدفاعية. واستمع سموه إلى شرح من قبل رؤساء وممثلي هذه الشركات العالمية حول أهم التطورات التكنولوجية والأنظمة الحديثة والمتطورة التي يشهدها قطاع الصناعة العسكرية للأسلحة الدفاعية البرية والجوية والبحرية. ورحب سموه بضيوف البلاد من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكبار المسؤولين والمشاركين من مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية للأسلحة الدفاعية، متمنيا سموه للمشاركين في المعرض التوفيق والنجاح. من جهتهم أبدى عدد من العارضين والمشاركين سعادتهم بالتواجد في مملكة البحرين والمشاركة في هذا المعرض الفريد والذي يعد أحد أفضل المعارض في المنطقة. وشكر العارضون سموه على التسهيلات الكبيرة التي قدمتها إدارة المعرض لهم والتي تمثلت في سهولة الإجراءات في المنافذ أو توفير التسهيلات اللوجستية والتي ساهمت في تجهيز أجنحتهم بالشكل والوقت المناسبين.